بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع الجزء الثاني والأخير من المحاضرة أو الشابتر 5 و6. موضوعنا نكمل اليوم مع البيك 16F84 مع الكنترولر. هنكمل مع الفيتشرز تبعاته أو مكوناته. طبعا الفيتشرز تبعات أي معالج أو أي حاسوب أصلا من جنرال بشكل عام إنه يكون في عنده الريسيت. الريسيت هو من كيف من لما يكون جهازنا عالق فبنضطر نعمل له ريسيت، نصفر الريجسترز المسجلات تبعته، وبدي عملية ايش اعادة تشغيل من جديد، بس بكون صفرنا احنا كل محتوى الذاكرة، حتى المحتوى الذاكرة الداخلي اللي تاعت عند المعالج، مش بس الرام، برضه كمان الريجسترات تتصفر، وبدي الكاونت ايش التعليمات من جديد، بعد التعليمات من الصفر من جديد. طبعا المعالج الدقيق برضه كمبيوتر مصغر وبالتالي برضه عنده ريسيت. فالريسيت عندنا له انواع مش بس نوع واحد. اول حاجه الباور اون ريسيت، لما تصير عمليه ريسيت تبدي بدايه التشغيل، بعد ما نشغل المعالج نعمله اون، يعني حيصير ايش ان الباور اون ريسيت، هيصفر العداد ويبدي الكاونتر من جديد، يبدي مع التشغيل الجديد يعد من الصفر من جديد. في عندنا المايكرو كنترولر ريسيت، بيكون اثناء عمليه تشغيل العمل ديور النورمال اوبريشن، هذه بدها ايش، بدها برضو بدها تدخل خارجي زي وهي مدخلها من هنا، فعمليا بكون شغال عالق ما الى ذلك، لسبب من الاسباب بيحتاج احنا من الخارج نعمل له ريسيت نصفر عدداته، ربما لي عمليه خاصه فينا، فبما يكون عمليه ايش اللي هي نورمال اوبريشن شغال عادي، بس احنا بدنا نعمل له ريسيت لاسباب خارجيه. وفي ممكن كمان الام سي ال ار ديورنج سليب، هو بكون في حاله سليب الكنترولر وعمليه بدنا عمليه نعمل له اعاده ريسيت او اعاده ضبط من جديد، فبنعمل له اثناء عمليه السليبنج هذه للجهاز ايش عمليه الريسيت من جديد. وفي نوعين خاصه حكينا عنهم المره الماضيه، انه في عندنا كلب حراسه او واتش دوغ. هذا الواتش دوغ لما يكون يعلق السيستم فيش امكانيه نعمل ريسيت احنا من الخارج، لانه مش متدخلين كمستخدم خارجي، متدخلش في جهاز مغلق في داخل السيارة أو في داخل أي نظام إلكتروني إنه هو عالق ولا مش عالق نعرفش مثلا، فبالتالي في اكتشاف إنه في تعليمة أو في جزئية من البرنامج علقت الكنترولر مش مكمل شغله، فبالتالي في له مراقب بسميه الواتش دوغ. الواتش دوغ هذا بده يقوم بعملية إعادة تشغيل إيش السيستم من جديد، فهم بيتم عمليه الريسيت عن طريق الواتش دوغ، فسمى واتش دوغ ريسيت اثناء ايش نورمال اوبريشن بتم العمليه. وهي الواتش دوغ موديول بيكون بتم التايم اوت ريسيت، يعني في عد تايمر معين عد عنده ولقى انه الجهاز ستاك، البرنامج ستاك او واقف، فبالتالي بيعمل عمليه ايش الريسيت له عن طريق ايش الواتش دوغ. وفي عندنا الواتش دوغ ويك اب اثناء يعني اثناء اللي بيكون السيستم نايم عمليا، وبدنا نعمل له عمليه ايش اعاده تشغيل من جديد اثناء السليبنج، فالواتش دوغ بيعمل له ويك اب من السليب تبعه بصفر عن طريق الريسيت، بصفر العداد تبدا البرنامج يعد من جديد بعد ما كان في حاله ايش السليب او الثبات او الخمول، فبتنشط من جديد. تمام، اي ريسيت بينفذ مجموعه من ابو بينتج عنه مجموعه من ايش من الامور. فيما يتعلق في الريجسترات تبعت البروجرام كاونتر مباشره راح يرجع على ايش على اصفار، تمام هيكس ديسيمال طبعا كله، والورك ريجستر هيرجع على اصفار، والاس بي تبع التعليمات البروجرام هي برضه هيرجع على صفرين، وعندنا ايش تير اي اس اي وتير اس بي بي هيكون على الاف اف. ايش هدول شغلهم هنعرفهم كمان شويه ان شاء الله. تمام، فهذه ايش القيم اللي حتخش على ريجسترز لما نعمل عمليه ريسيت للمايكرو كنترولر، سواء احنا عملناها عمدا او هو تمت بسبب الواتش دوغ عمليه الريسيت. تمام، الان لا هنرجع لورا نقدم فعندنا هنج موضوع البورد بعد اللي عملنا الريسيت وفضحنا شو واقع الريسيت. هنيجي على موضوع البورت. البورت هو برضه من المكونات او الفيتشرز تبعت المايكرو كنترول عشان ايش يتم التواصل مع ايش الاطراف او الاجهزه الخارجيه. فايش هم البورت؟ فيزيكال كونكشنز، وصلات فيزيائيه مش افتراضيه او فيرتشوال، تربط السي بي يو مع الاوتسايد وورلد مع العالم الخارجي، تعمل مونيتورنج عشان السي بي يو تبعنا يعمل مونيتورنج يراقب
او يتحكم في الكومبوننتس المكونات او الديفايسز المربوطه في المعالج، تمام؟ فهذه البورصه تواصل مع العالم الخارجي اللي خارج ايش؟ المايكرو كنترولر. يعني بنربطه في الضوء، في سخان الميه، وفي نظام البريكات في السياره او ما الى ذلك. او بنقل عن طريق البيانات. A group of bins، مجموعه من البنز بتكون هي able to access simultaneously or set the desired combination of zeros and ones. يعني في مجموعه من البنز، هاي المجموعة يتم الدخول لها بشكل متزامن، يعني في نفس الوقت بخش على مجموعة، يعني على مجموعة من البنز، أو من تم إيش إدخال إلها أو وضع عليها قيم أصفار أو وحدات أو سيريز من الوانز أو الزيروز عشان يتم عملية إيش نقل هذا الزيروز والوانز بشكل متزامن عن طريق المجموعة هذه من البنز. وهذا طبعا بكون إيش البنز عرفناها على السريع من شرح باقي، هي بتكون أدرس بنز أو بتكون إيش الايش الداتا بنز لادخال واخراج البيانات، او بتكون عشان نعمل حدد عنوان معين للتواصل مع ايش مع عنوان معين في الذاكره اذا كان في الداخل البنز نفس الستيبيو. بس بالنهايه هذه البنز هذه بنحكي عنها هي مرتبطه في المايكرو كنترولر كسيستم كامل، فبتكون مربوطه في العالم الخارجي اللي برا المايكرو كنترولر، بمعنى حتكون عاده هي داتا ماشي نقل بيانات او تحكم في جهاز خارجي، تمام؟ All port bins can be designated as input or output. كل البورتات طبعا يا هتدخل يا هتخرج ايش بيانات، بس سواء كان الدخول بشكل فردي للبن او كان البنز هذا مجموعه في مجموعه معينه من 8 او 5 بنز عشان التحكم في نظام معين او ادخال بيانات او ما الى ذلك، تمام؟ اذا كيف بدي استخدم البورتس هذه عشان ادخل واستخدمها في اخراج وادخال البيانات؟ طبعا احنا اهم شيء احنا عندنا في البرمجه بعدين في المحاضره القادمه هما البورتات اللي بسموهم بورت A والبورت B. البورت A هو 5 بت وايد، يعني بياخذ 5 بتس مع بعض، يعني بده 5 بنز اوتوماتيك، تمام؟ وطبعا باي دايركشنال يعني هو ادخال واخراج في اتجاهين شغال، تمام؟ له مربوط في ايش؟ ترايس A. ترايس A هي داتا دايركشن، داتا دايركشن ريجستر اوف بورت A. يعني هون عن طريق ترايس A بنحدد اتجاه الداخل، اتجاه البيانات داخله ولا خارجه، يعني انبوت صار بصير البورت A بناء على ذلك ايش؟ بيكون البورت A بناء على ذلك انبوت ولا اوتبوت. فمثلا قلنا ترايس A بيساوي 1، يعني البورت A ايش ماله؟ از ان انبوت، تمام؟ بيكون ايش انبوت، لانه الاوتبوت درايفر ان هاي امبيدنس مود، يعني حطينا لو حطينا عندنا على ترايس A 1 بصير يعني الاوتبوت عنده مقاومه على هاي امبيدنس، طبعا مقاومه افتراضيه مش مقاومه مش ريسيستنت كهربائيه حقيقيه، يعني مقاومه افتراضيه زي بتطلع من لما بسموا الامبيدنس المقاومه بتنشا على المكثفات او الايش الملفات، مظبوط؟ بس هاي امبيدنس يعني في عندنا مقاومه عاليه بتمنع الاوتبوت، فبصير ترايس A عباره عن ايش؟ انبوت بورت، بتحول البورت A الى انبوت بورت. لما نحط رايس A على صفر اسف بكون رايس A صارت ايش؟ اوتبوت، فكونتنتس اوف اوتبوت لاتش اون ذا سيليكتد بن بصير ايش؟ ايش اخراج لللاتش اللي بكون مرتبط في البن A، بصير في عمليه اخراج لهذا المحتوى عن طريق ايش؟ البورت A. لما نكون تريس رايس A بيساوي صفر. نفس الموضوع بالنسبه لرايس B، اللهم رايس B بتتكون من 8 بت وايد، مش زي ما قلنا 5 بت، يعني بتاخذ ايش كلمه كامله من 8 بت. طبعا باي دايركشنال بورتس داخل يعني انبوت اوت بتشتغل، ولها ترايس بي. لما نحط ترايس A ترايس بي بيساوي ايش؟ 1، بكون اوتبوت ايش؟ فيكتور هاي امبيدنس يعني بكون انبوت، ولما نكون 0 يعني صارت اوتبوت، يعني في الاوتبوت لاتش بصير هو على ايش؟ في البن في البورت بي بصير هو ايش؟ ممكن ايش نعمل اوتبوت واخراجه عن طريق البورت بي، تمام؟ في البرمجة هذول النقاط مهمة لما تعامل مع المايكرو سي إن شاء الله قريبا، تمام؟ بيجي المكون التالي اللي هو الفيتشرز من دول، هو السنترال بروسيسنج ايش يونت عفوا سي بي او، هو عبارة عن البرين او المخ تبع المايكرو كنترولر، وهو بيوصل جميع الاجزاء المايكرو كنترولر عن طريق الداتا باس والايش والادرس باس، بتواصل مع كل المكونات المعالجة الداخلية عن طريق الباس سيستمز اللي هنا اسمه الداتا والادرس باس سيستمز. بيعمل عمليه ايش؟ تنظيم عمله الفيتش، اول حاجه فايند بلاقي التعليمه بيعملها فيتشنج احضار التعليمه، ثم ديكودنج بيترجم التعليمه عن طريق طبعا هو عنده مسجل تعليمات بيترجم عن طريق التعليمات هذه بالضبط ايش بدها،
بعد ما يعمل عمليه اكسكيوشن بنفذ هذه التعليمات بايش؟ بطريقه صحيحه حسب الترتيب الصحيح للبرنامج. تمام؟ فعندنا طبعا السي بي يو عنده ريسورسز امكانيات ريجسترز بداخله عشان نخزن بشكل مؤقت التعليمات والبيانات اللي بتم معالجتها، سواء التعليمات اللي بنفذها او البيانات اللي بده ينفذ عليها التعليمات هذه. وعندنا الاي ال يو اللي هو بيرفورمينج اريثمتيك فانكشنز، اللي هي اريثمتيك اللي هي طبعا اللي هي وحده حساب والمنطق اريثمتيك اند لوجيك يونت. وعندنا البروجرام كاونتر اللي بيعمل بوينتنج الادرس اوف ذا نيكست انستراكشن تو بي اكسكيوتد، بيأشر لنا على التعليمه الجايه اللي حننفذها حالا. والانستراكشن ديكودر انتربريت ذا انستراكشن فيتشد انتو ذا سي بي يو، الديكودر طبعا هو بترجم التعليمه عشان ينفذها السي بي يو. تمام؟ هاي المترجم دخل على الميموري البرنامج اللي بدنا البيانات اللي بده يعالجها، البروجرام مخزن وخالص في داخل البروجرام ميموري، بتم فيتشنج للانستراكشن وفيتشنج للايش؟ للبيانات، الديكودر بترجم التعليمه وبيحضر البيانات، بتم بناء عليها بتم انتاج من الديكودر الاوب كود كسيريز 1 اند 0، وبعدين بصير مفهوم بالنسبة للمعالج كيفية تنفيذ هذه التعليمات وتطبيقها على البيانات الداخلة عن طريق من المستخدم. فبتم عملية الاكسكيوشن لمين؟ اكسكيوشن للايش؟ للبرنامج على البيانات يتم ادخالها في المرحلة الأخيرة هنا. تمام. الآن سنترال بروسيسنج يونت ماله؟ اريثمتيك اللي هو من مكوناته طبعا الاي ال يو اللي هي اريثمتيك لوجيك يونت. هو بيعمل عمليات معينة منها الحساب اللي هي اد جمع سبستراكت الطرح والموف تحريك ليفت اور رايت وذين ريجستر بحرك الى اليمين واليسار البيانات في داخل المسجلات، وبيعمل لوجيك كومباريشنز يعني بيعمل مقارنة اكبر اصغر يساوي او ما الى ذلك. وعندنا طبعا البيك 16 اف 84 بيحتوي على 8 بت ال يو و8 بت وركينج ريجستر، يعني هو بيتعامل مع كلمة طولها 8 ايش بت، لانه عنده 8 بت ال يو وبتعامل مع وركينج ريجستر اللي هي مسجل العمل وطوله 8 بت واختصاره اسمه دبليو ريج اللي هي ايش؟ وركينج ريجستر. اي ال يو انستراكشنز بيستخدموا تو اوبرانز يعني زي الجمع والطرح، عنده معاملين 1 زائد 1 مثلا اي زائد بي فهم انه معاملين، او بتعامل مع عمليه بمعامل 1 زي الانفيرجن. تمام؟ الانفيرجن او اللا يعني العكس يعني مثلا بدها معامل 1 مثلا. لما يكون عندنا العمليه بدها زي الجمع والطرح تو اوبرانز يعني اي او بي، بيكون المعامل الاول جاي من وين؟ من الورك ريجستر المدخل. تمام؟ اجمع كذا اجمع اكس مع كذا. اما القيمه الثانيه بتكون يا اما جايه في داخل المعادله اميديت كونستانت زي ما بقول اكس بتساوي اكس زائد 2 كونستانت معرف خالص، او بيكون العمليه مخزنه في داخل ايش؟ ريجستر المعالج من قبل من عمليه سابقه، فبنقول مثلا اكس زائد واي، الواي بيجيبها من المعالج من وين؟ بجهة من ريجستر مخزنه من قبل، من الفايل ريجستر تكون مخزنه من قبل، او بقول اكس بيساوي اكس زائد 2، وبالتالي يكون هي ايميديت كونستانت يعني ايش ثابت من اول، بدوش احضار من اي ملفات اخرى او فايلات ريجستر اخرى، لانه بيكون مدخل مباشره مع العمليه الكونستانت هذا او الثابت. في عندنا الجي بي ار اللي هو في ريجسترات اللي هو جنرال بيربس ريجستر، وعندنا اس اف بي اللي هو سبيشال فانكشن ريجسترز. هذول نوعين من الريجسترات موجودين في داخل الريجسترات تبعت السي بي يو، وهدفهم هو كل واحد له شغل. الجي بي ار هو بيتم ادخال مجموعه من ايش؟ من التعليمات في داخله هذه من قبل المستخدم النورمال يوزر زي اي واحد بيشتري معالجات بحب يبرمجها برمجه خاصه فيه، يتحكم في مجموعه من الامور لديه في السياره او في الاجهزه تبعته. تمام؟ فكنا جنرال بيربس، وهذه هي اللي بيتكلم عنها دائما في الصناعه في الفيتشرز، لكن قديش مساحتها كم ميجا بايت او ما الى ذلك، عشان نستخدم ممكن عن طريقها نخزن اكبر كميه من ايش؟ من البيانات والتعليمات. اما الاس اف بي في سبيشال فانكشن ريجسترز، هذا بيكون مخزن فيها التعليمات اللي بيتحكم فيها المعالج في ايش؟ في تنظيم العمل داخل المعالج، يعني بيتحكم في الادخال اخراج المواقع في الذاكره او ما الى ذلك، والادريسنج وغيره وغيره. تمام؟ ربما ناتي على الموضوع بالتفصيل كمان شويه. عندنا بيجي هالموضوع الوان اوبراند زي مثلا ورك ريجستر زي اللي هو بيكون يعني الاوبراند ينفذ على متغير جاي من الورك ريجستر او بيكون جاي من الفايل ريجستر. لما نقول انفيرت اكس او والاكس بيكون دخلناها توا من ادخال، او بيكون اكس بيجيها من وين؟ بيجيها من تخزين سابق في داخل الفايل ريجستر. فعمل الوان اوبراند بيكون بيشتغل على الجهتين، سواء ادخال مباشر او بيكون ايش؟
اعطيك ادخل مباشر على البرك ريجستر او بكون جاي من الفايل ريجستر من تخزين سابق. تمام. الاكسكيوشن اوف ALU instructions كان ايش افكت status bit. status bit هذا اثناء عمليه الحساب والمنطق بتج عندنا عمليات طبعا رياضيه، ومنها بيجي الكاري الاخذ باليد او ديجيتال كاري اللي هو في ايش يعني بكون في كسور، او في عندنا الزيرو في الشي جي كاري. فهذا بتاثر على status bit بتعامل مع هذول الثلاثه اللي هو الكاري سي والديجيتال كاري دي سي والزيرو زد. تمام. الرسمه التوضيحيه كيف بصير العمل عندنا. هاي ال يو بتعامل مع البرك ريجستر 8 بت داخل عليه ادخاله وبطلع منه بياخذ منه بياخد يعني بيديله بياخذ منه حسب المطلوب حسب الادخال. وعندنا ال 8 بت انترنال ايش فروم انستركشن وورد، يعني في عندنا انتر بت ليترال فروم من انستركشن جاي 8 بت داخل عليه. وعندنا الكاري بت جاي من ستيتس ريجستر، لما يكون في عندنا كاري بيرجع هنا كمان مره بتخزن في ستيتس ريجستر سواء كان زد دي سي او سي فلاجز، وبرجع كمان مره كاري بت عشان تتم العمليه الرياضيه حتى نهايتها. فهي عمل اليو اجمالا بشكل مختصر بتعامل مع متخيل اساسيتين هم الملفات والورك ريجستر، واحيانا بيكون في عندنا ايش احيانا بيكون في عندنا كاري على ستيت ريجستر، فبتم برضه اخذها بعين الاعتبار كاوتبوت وكمان كانبوت لتنفيذ العمليه الرياضيه. طبعا الورك ريجستر بياخذ تعليمات من المستخدم من برا وبعدين بدخلها على اليو. تمام. يعني اعطيه برمجه المستخدم الورك ريجستر بيشتغل وهو بياخذ ايش اللي بده تنشغل ايش اللي بده تنشغل وتتنفذ بديها على اليو. تمام. الميموري اورجانيزيشن في المايكرو كنترولر اف 16 اف 84 البيك 16 اف 84 هاز تو سيبريت ميموري بلوكس، عنده نوعين من البلوكس اللي هو الداتا والبروجرام بلوك. تمام. عنده بلوك خاص في تخزين الداتا وبلوك خاص في تخزين البرنامج. الداتا اللي حنتعامل معها هون حنعملها بروسينج معالجه، والبرنامج اللي بيكون مخزن في المعالج عشان يعالج فيه الداتا. تمام. الداتا بلوك بتكون من ايش؟ من جي بي ار والاس اف ار، قلنا سبيشال فانكشن ريجستر والجي بي جنرال بيربس ريجستر. هذول بقوم طبعا الى جانب الرام ميموري والريد رايت ميموري الاستاتيك ميموري والايبروم. تمام. وحكينا تو ايش وظيفتهم. طبعا الرام معروفه والايبروم كذاكره حكينا عنها سابقا ايش بتم تخزين فيها، وكله نتذكر انه هذا بتم تخزين ايش؟ البروجرام ميموري بنخزن فيه البرنامج. اللي هم في الداتا بلوك دير بالكم الدهن الداتا بلوك هذه اللي هي عمليا فيها كل هذول الاشياء الذكر الجي بي ار غير الاس اف ار ايش وظيفتهم. وعندنا الرام اللي هو ريد رايت ميموري وستاتيك ميموري بتتم فيها معالجه البيانات، والايبروم ميموري كمان. طب البروجرام بلوك ايش ماله؟ اسمه فلاش ميموري، هذا من نوع فلاش ميموري غالبا. ليش في الاف في عندنا 16 اف 84 بنستخدم ذاكره الفلاش لايش؟ ذاكره من نوع فلاش ميموري كنوع من الذاكره، عشان يسموها بيك 16 اف، اف جاء من فلاش ميموري عشان الذاكره بتاعت البرنامج فيه من نوع فلاش ميموري. نعمل فلاشنج للمايكرو كنترول مصطلح هذا في المجال هذا، يعني انا بدي اعمل بكتب برنامج وبعدين اعمل فلاشنج انزله على فلاش ميموري تبعت مين؟ تبعت البيك كنترول تبعنا هان عشان ينفذ مجموعه من الاوامر المبرمجه في خلف البرنامج هذا اللي نزلته على فلاش ميموري وطبقها على الداتا اللي مخزنه على ايش؟ على الداتا بلوك. هذه يعني رسمه مش لاقي اوضح منها عشان احكي فيها، بس هان زي ما شايفين عندنا الجي بي ار ريجستر اللي هو في الداتا ميموري في الداتا بلوك حلاقيه مقسوم قسمين. جي بي ار ريجستر في عندنا هان هو جنرال بيربس ريجستر، هان بيتم عمل ايش؟ بيستخدم ايش المستخدم الحيز هذا من اجل ادخال بيانات ومعالجتها عن طريق ايش؟ او ادخالها المعالج من العالم الخارجي سواء كان سنسورز اكتورز او برنامج او مستخدم عشان تتم معالجتها عن طريق البرنامج عن طريق المايكرو كنترولر عفوا. باقي الاشياء فوق بتكون مخزنه من اجل وظائف محدده مسبقا يقوم فيها البرنامج المعالج نفسه، الادرسنج ونوع الستيتس اللي مخزنه وما الى ذلك بتكون كلها مخزنه وجاهزه من ذي قبل، بحيث ولان هذه لها وظائف خاصه هي سبيشال فانكشن ريجستر هي اس اف ار بتكون وهذا بيكون لا يمكن الولوج والدخول اليها من قبل ايش؟ المستخدم العائل الخارجي. تمام. لانه بيكون لها وظائف خاصه. نيجي هان على بروجرام ميموري. البروجرام ميموري
ايش وظيفته؟ هو بيستخدموه من اجل تخزين البرنامج storing programs الاوب كود directly under control of the program counter، بكون مباشره تحت تحكم مين؟ البروجرام كاونتر، تحكم فيه مباشره لانه هو بعد هاي التعليمات بينفذها واحده ورا الثانيه. wake up memory اللي هو ادرس 00h when big h is power up، يعني لما اشغل بك حيبدي يعد مباشره عند الادرس 00 الهكساديسيمال عشان يعمل هذه انواع الويك اب ميموري بسموها. لما نشغل المعالج حيبدي يعد من الصفر. تمام. has been carried out in flash technology، في مؤخرا سينضم ايش انا حستخدم الفلاش تكنولوجي في خاصه في عندنا في البيك 16F، والهذا indicating by the letter F. لما نحط F في اسم المعالج يعني بستخدم flash memory. in the part number في عندنا أو موجود معالجات بتستخدم C بدل F. C for one time programmable، يعني one time one TB، يعني one time programmable controller، بستخدمها C لها. وهذه المعالجات اللي مكتوب فيها بيكون بدل F بيكون C في الاسم تبعها. possible to program microcontroller many times، عشان عندنا فلاش ممكن نبرمج المايكرو كنترول اكثر من مره لانه فلاش ميموري. تمام. السايز تبعها بيكون 1024 لوكيشن، 14 بت ويدث، عرضها 14 بت السايز تبعتها بتاعت البروجرام ميموري. اللوكيشنز من 0000 هكساديسيمال لعند 004 هكساديسيمال، هذول دائما بيكونوا ايش؟ ريزيرف عشان ايش؟ عشان الريست. هذول والانتربت فيكتور ايش ريسبكتيفلي، يعني 00 اتش عشان نعمل ريست، وهذا عنوان تعليم، عنوان تعليم الريست في البروجرام، و 0004 هيك الزمان عشان نعمل انتربت للبروجرام. الانتربت هذا وظيفته لان بدي اخش على البرنامج في موقع معين واقول له انت اوقف هان عن تنفيذ التعليم اللي بتنفذه، ونفذ الان بشكل اعتراضي هذه التعليمه بشكل في اثناء التنفيذ، يعني وقف اللي بيشتغله واشتغل الشغل هذا، اعمل انتربتنج للشغل المايكرو كنترول. فهذا الانتربت له برضه معنوان خاص اللي هو بسموه مخزن عند 004 هيك الزمان. تمام. فهذول اللوكيشنز مخزنه في البروجرام ميموري من اجل ايش؟ الريست والانتربشن. ذا فيست 1K 14.00H لعندي 03FFH، هذول فيزيكالي ايش؟ امبلمنتد ادرس، هذول عناوين مخزنه فيزيائيا ولا يمكن التلاعب فيها، هذول ما حدش يتدخل فيهم من قبل المستخدم، يعني لو حاولنا نعمل فيهم شغل ونشبك عليهم برامج ونبرمج عليهم شيء بنعمل مشكله مع ايش؟ مع المعالج. فالاكسسنج اللوكيشن اوف فيزيكالي امبلمنتد ادرس والكوز ايش؟ اور براون، يعني عندنا مشكله حصير مشكله فيزيائيه مع المعالج نفسه لو استخدمنا هذه البنز. هذه المتخصصين بيحاولوا يشتغلوا بعدين في الميدل سيستم، بعدين حي لو عمل غلطه هذا قدام ناس حتكون بالنسبه له هذه نهايه الكارير تبعته في مجال الامبيدد سيستمز، يعني ما بيكونش عارف اي بنز محجوزه خاصه او اي مواقع عفوا محجوزه خاصه فيزيكال امبلمنتد، من هو حيتدخل فيها ولا برمج عليها ولا اي شيء. تمام. فعندنا هان زي ما لاحظنا 00H و 00 هكساديسيمال، هذول ريست فيكتور والانتربت فيكتور. تمام. وبعدين بيجي عندنا من هان لهان عندي 00H لعندي 3FFH، هاي ها كلها اعتبرها ايش؟ يوزر ميموري سبيس، هذه مالها كلها صارت زي ما حكينا قبل شويه فيزيكالي، سوري فيزيكالي 00 03FFH، هاي ها كلها فيزيكالي امبلمنتد، physical implemented address action location implemented address will ايش كوز هذه ور براون، يعني عاد عندنا مشاكل فبامكان الدخول فيها ممنوعه او غير محبذه. طبعا هذا البروجرام كاونتر مباشره بتحكم في الايش؟ في البروجرام ميموري من ستاك ليفل 1 لستاك ليفل 8، وبعدين ببدي اعد المكان التخزين. لكن ما بعد 3FFH لعند 1FFH هذه المكان المسموح للمستخدم انه يتعامل معاه ويشتغل فيه. تمام. الداتا ميموري وظيفتها زي ما نعرف انه هي عباره عن فايل ريجستر بتعمل ستورج للداتا، تخزين للبيانات، وسكراتش باد وريجسترز فور انترنال يوز لما يكون في شغل داخلي يتم انتاج بعض البيانات تخزينها بشكل مؤقت، يتم تخزينها بشكل مؤقت ثم في او في ريجسترات عشان يتم استخدامها بشكل داخلي اثناء تنفيذ العمليات. كان في عندنا نوعين اس اف ار قلنا سبيشال فانكشن ريجسترز، وعندنا جنرال بيربس ريجستر مخزنات برضه في الداتا ميموري. هذه السبيشال فانكشنز بتكون عباره عن 8 بت وايد، مساحتها 8 بت، استخدامها
عشان نحدد الـ ALU status، حالة الـ ALU وحتساوي المنطق حالتها كيف بالضبط، التايمر والسيريال كوميونيكيشن والانبوت اوت بورت والانالوج ديجيتال كونفرجن او كونفرترز الى اخره. الفانكشن اوف ايتش اس اف ار از فيكست ان ديزاين، يعني مثبته وظيفه كل ايش سبيشال فانكشن ريجستر، تم استخدامها من قبل المايكرو كنترولر او اي جهاز طرفي مربوط في ايش في المايكرو كنترولر تبعنا. اكسس ايذر دايركتلي اور دايركتلي مباشره عن طريق الاسم او عنوان التعليمه او البيانات اللي بدنا اياها، او اندايركتلي عن طريق الاف اس ار اللي هو الفايل سيلكت ريجستر. هذا الفايل ريجستر هو بيساعدنا على اختيار بشكل غير مباشر البيانات اللي بنطلعها عشان نستخدمها في داخل ايش ايش الاس اف ار. كلاسيفايد انتو كور اند بريفرال سيتس، في نوعين مقسمه لنوعين، شيء اساسي وشيء طرفي او اضافي. وعندنا كنترول بيت اللي هي ار بي 1 ار بي 0 ان ستيتس ريجستر ار يوزد فور بانك سيلكشن، لانه في عندنا تو بانكس في الذاكره، بانك 1 بانك 0، والار بي 1 ار بي 0 يتم اختيار البنك تبع الميموري عن طريق استخدام هذول ايش الكنترول بيتس الار بي 1 او الار بي 0 حسب احنا بدنا اي بنك، بنك 0 او البنك 1. عندنا بعدين جنرال بيربس ريجسترز جي بي ار، عباره عن 8 بت وايد مساحتهم برضو بسموهم ايش الجنرال بيربس رام جي بي ار رام، هذول عشان يتم تخزين فيهم من قبل المستخدم اشياء عامه من اجل التحكم في جهاز خارجي او ما الى ذلك من قبل المستخدم. يوزد فور داتا ستورج اند سكراتش باد، تمام، تخزن فيها البيانات من الخارج بيانات او حتى تكون من اجل تخزين مؤقت كسكراتش باد. اكسس دايركتلي يتم الدخول لها بشكل مباشر، مش زي فوق في عندنا اف اس ار وغيره ونيم، لا تدخل بس ده دايركتلي يعني عن طريق النيم والادرس. ادرسز ان بانك 0 اند بانك 1 ار ماب توجذر، العناوين يتم ايش تخزينها نفس الايت المابينج التنظيم يعني. فاللوكيشن اوف اس اف ار اند جي بي ار vary from chip to chip، موضوعهم على الذاكره الداتا ميموري يعني بيختلف من chip ل chip، وقد يختلف في نفس نوع في داخل نفس العائله اللي منها اكثر من ايش اكثر من نوعيه او اكثر من صنف، حتى لو كان من نفس البيك كنترولر قد تكون العوائل مختلفه ايش يكون مختلف فيها في داخل في نفس العائله يكون فيها اختلاف في تنظيم اللوكيشن تبع الاس اف ار والجي بي ار. تمام، طيب الداتا ميموري اورجانيزيشن زي ما حكينا قبل شويه، هيو فوق عندنا تو بانكس 0 و 1 زي ما حكينا من اول، هاي بنك 1 وهي بنك 0 زي ما حكينا من اول. هاي المنطقه هي الماب اكسس 0 1 كذا والماب في ال 1 كلها مع بعض هنا لان كلها جنرال بيربس، وهان فوق الاشياء اللي مخزنه من اول ومحفوظه كسبشال فانكشن ريجستر عشان تنفذ اشياء متعلقه في عمل المعالج نفسه ولا يمكن دخولها من الخارج. عندنا الاف اس ار مثلا، وهي الاف اس ار عندنا تريس ا وبورت اي وتريس بي للبورت بي وما الى اللي حكينا عنه قبل شويه، كلهم مخزنين في المنطقه هذه. تمام، نيجي على هذا الماب، هذا عباره عن تيبل بيوضح لنا تقسيم هاي البنك 0 والبنك 1. هل لاحظ انه 0 0 اتش لعند 0 0 بي، هذه اللي هي فيها التعليمات هذه اللي شفناها قبل شويه هنا، لان 0 0 هاي بي 1 هاي البنك مثلا البنك 0 والبنك 1، حلاقي فوق انها هنا هنا البنك 0 هي نفس التعليمات موجوده، هي تفسيرها وكيف تخزينها في داخل الذاكره البي دي والتي او مثلا اللي بيتغيروش مثلا حتى مع الريست زي ما هنعرف كمان شويه، هذول مثلا بيتغيروش حتى مع الـ مع الستيتس بيتغيروش حتى لو عملنا ريست. وزي ما هنشوف كمان شويه عنا انه انه البي سي اللي هو البروجرام كاونتر بياخد هو عباره يمكن التخزين فيه بشكل مباشر، هي البي سي يمكن التخزين فيه بشكل مباشر، فعنده سليف ريجستر اللي هو بي سي لاث، هذا بيتم التخزين في مؤقت ثم يتم التخزين فيه لاحقا زي ما هنشوف كمان شويه في الشرح. العموم الليجن تبعت البيانات هذه اللي بتفسر انواع اشغال البت هذه فيما يتعلق في الاوامر او الانستكشنز الموجوده في الجي بي ار او الاس اف ار او الاس بي ار اللي هو سبيشال فانكشن ريجستر. حل اليوم حتى الليجن اكس يعني unknown، يو unchanged، الداش او ماركس unimplemented، ريد از زيرو، وكيو فاليو ديبندز اون كونديشن يعني القيمة تعتبر حسب الشرط الموجود في التنفيذ حسب الشرط الموجود أثناء تنفيذ العملية.
ملاحظة، الأبر بايتس للبروجرام كاونتر اللي هو إيش بي سي اللي هو هذا، لا يتم إيش الدخول لها مباشرة، أنا دركت لأكسسبل. لذلك عندنا البي سي لا زي ما حكينا قبل شوية بنخزن فيه ثم يتم تخزينه في الأبر بايتس، في الأبر تبع البايت يعني في الجزء العلوي من البايت تبع الريجستر. فحنلاقي عندنا الأبر بايت هنا هو الفاضي، ممكن تخزين بي سي لا تخزن فيه بعدين هنا، هي معلومة عامة نفهمها كيفية العمل تبعه. تمام. The TO and BD status bit in status register are not affected by MCL اللي هم كنترول ريست، زي ما حكيت قبل شوية انه هذا TO BD لا تتأثر لو عملنا ريست للايش للسيستم بنغيرش قيمتها. Other non-power up reset includes external reset and what's do the timer reset. كمان في بيتم ايش ولا يتم يعني في عندنا الريست اللي حكينا عنه اللي هو انواع التات اللي يعطيه الواتش دوك او الواتش دوك او او ريست من طرف خارجي زي المستخدم الخارجي، هذا بيسموه الاذر باور اون باور اوف باور اب ريست. يعني في هنا باور اب ريست لما نشغل الجهاز او المايكرو كنترولر بيعمل ريست لحاله بيرجع للصفر عاد، واحيانا احنا من الخارج بنعمل اكسترنال ريست سواء احنا كمستخدمين او الواتش دوك. الواتش دوك لما يلاقي انه النظام عالق وبالتالي يعمل عملية ريسيت له عادة، كان يعمل عادة ضبط التشغيل. On any device reset, these pins are configured as inputs. يعني في الريسيت دائما يتم تعريفه كانبوتس، وله تعريف خاص في داخل ايش الداتا ميموري انه ما حدش يعني ما حدش امكانية انه يتلاعب في هذا التعريف. تمام. طيب عندنا التايمر اند بري سكيلر كفيتشر من فيتشرز تبعات المايكرو كنترول ال F16F البيك 16F84. طبعا هو وظيفته establishing a relation between real time تمام ومين والvariable time بداخل ايش المعالج. كيف نعمل presenting، كيف نعمل هذه العمليه الريليشن، انه بنعمل عمليه ايش تواصل بين الخارجي والداخل، بين التايمر نفسه والتايم نفسه والتايم سير العمليه في الداخل. A variable هو عباره عن متغير نعمل presenting the status في داخل تبع الوقت، طبعا status of time في داخل المايكرو كنترولر. كل بيك 16F84 عنده 8 بت تايمر، هذا ذوز هوز اتس فاليو از كونتينيوالي انكريزنج، بعد هذا التايمر من صفر لايش؟ من صفر لعندي 255، لما يخلص بعد كم مره؟ من صفر لبضل يعد هذا التايمر تبع البت. وفي عندنا بري سكيلر اللي هو بيعمل ديفايدنج للاوستريتر كلوك، حكينا عن الاوستريتر المحاضره الماضيه تمام؟ فالكلوك هذا بيكون مربوط خارجيا وبعطي ايش تكت معينه، تكت يعني تكت معين لايش من للمعالج تمام. فبريسكا بيعمل ديفايدنج للاوستريتر كلوك هذا على قيمه ايش قيم ايش التايمر اللي تم عدها وين في داخل من قبل ايش الايت بت تايمر اللي هو موجود داخل البيك كنترولر تمام. لما نعمل ريتشين مثلا لوجيك فاليو زي 2 او 3 بقسم هو مثلا كل 2 كل 2 بواحد مثلا. هنشوف كيف نشرح المثال. The first 3 bits اللي هو الاوبشن ريجستر هذا بيعملوا ايش؟ بحدد الديفايزر تمام؟ الديفايزر فبيعمل بريسكيلر بيعمل ديفايدنج لمين؟ الاوستريتر كلوك على التايمر بناء على ايش؟ القيمه اللي بحددها مين؟ الديفايزر بحددها تمام؟ فمثلا لو كان الديفايزر بحدد قيمة على 56 فكل ما عد ل 56 بعد تكت واحد التايمر، لو كان بعد على 3 كل ما يعمل 3 تكت يعني الاوستريتر بعد ايش تايمر. المثال حيوضح الموضوع. عندنا هاي الاوبشن ريجستر هنا عندنا البي سي 0 للبي سي 1 بناء على القيم تبعتها الموجودة هنا 0000001010 بتحدد البري سكيلر حياخذ قديش. عندنا هاي الاوستريتر كلوك شايفينه؟ هاي الاوستريتر كلوك بعد تك 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 كل شوية صحيح بعمل هيك. الآن لما أقول بريس كيلر عد واحد لاثنين فحيمر كل مرتين حياخد هنا إيش واحد 100%، فكل حياخد واحد لاثنين النسبة. هاي التايمر بعمل طريقة هذا تمام. ولما نكون في عنا الزيرو زيرو وان حياخد لوان لإيش لأربعة، هيعد لنا واحد اثنين ثلاثة لعند الأربعة 100%، حياخد لعند مين؟ لعند الأربعة. لفت لعند الأربعة تمام. لما اخذ لعند الاربع عد هالقد، ولما كان عد الثمانية حيعد 8 بت لعند هنا تمام، حيعد لعندي البت 8 تمام، فعاد شو المسافة هذه هي.
فبالتالي بعد 1 4 8 بناء على ايش؟ فبيعمل يكون بيعمل ايش؟ علاقه بين التايمر، التايمر الخارجي والاستيت الكلوك الخارجي، وبين سير العمليات في داخل المعالج بناء على هذا التقسيم اللي هو 1 2 1 4 1 8. فبعد التوقيت الداخلي ويعمل سينكرونايزنج لسير العمليات ضبطها زمنيا عن طريق ايش؟ عن مع في داخل المعالج مع ايش؟ مع التوقيت الخارجي. وهذا بسموها ايش؟ بسموه البري سكيلر، او مع وبيشتغل بالشغل هذا طبعا مع التايمر اللي حكينا عنه قبل شوي، هو عداد من صفر لمين ليش التايمر اللي بيشتغل من صفر لوين؟ ل 255. تمام. هو التايمر ايوه بعد من صفر ل 255 اوكي، وبيضل يعد بناء على العدد هذا. كل ما يعد مثلا ثلاثه التايمر بيقلب قلبه واحده زي ما مكتوب، او خلينا اثنين بس بيقلب قلبه واحده، بعد مره واحده. لما عد او لو حطينا 1 ل 4 بعد التايمر 4 وبعدين ايش فهمت كيف بحسب هو نقله واحده للاستريتر. لو حطينا 255 بعد له 55 بستنى لما يخلص 255 وبعد مره واحده للاستريتر، كان الاستريتر مشى مره واحده. هاي الفكره تمام. طيب نيجي على الامر الموضوع الاخير في هذه المحاضره، وهو المتعلق بانواع الذاكره المستخدمه في المعالجات، خاصه لبرمجه الايش لبرمجه البرنامج تبع المعالج البروجرام ميموري. في انواع حكينا عنها زمان، هي الفلاش ميموري وظائفها وكيف تشتغل في الروم والرام واستخداماتها وايش اهميتها، وانها ليست اكسبنسيف مور اكسبنسيف من الروم، لكن هي عندها فوائد كثير وكذا، يمكن عاد برمجتها حكينا عنها في المحاضرات الاولى تحت حكينا عن انواع الذاكره. كذلك الرام وظيفته، الرام ايش وظيفته وشغله في داخل المعالجات حكينا عنه في وقت سابق، وكمان الروم كريد اونلي ميموري اذن المعروف وانتهى، مش حيل الكلام كمان مره من جديد، بس هو من جزء من المعالج الدقيق يجب نحكي عنه انه مكون او فيتشر من الفيتشرز تاعت الروم تاعت المعالج، حكينا فاضفته هنا للمحاضره. وبيجي عندنا الاي اي بروم وحكينا عنها برضه في اول محاضره ما حكينا عن انواع الذاكره اجمالا. تمام، بهيك بكون انتهينا من المحاضره الحاليه الثانيه والاخيره من الوحده الخامسه والسادسه، وان شاء الله هيك بكون مؤهلين نبدا بالعمليه بطريقه او باخرى بشكل جيد. بارك الله فيكم على حسن استماعكم.